اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. ماما النهارده يوم فعلا يجعلنا مبسوطه ان احنا نعمل سكيتنج على التلج الفظيع ده في القصر بتاعنا الرهيب. واو انا بعشق السكيتنج يا ماما. كويس ان انت مبسوطه يا حبيبتي، مش عارفه باباكي اتاخر ليه. خلي بالك بس وانت بتزحلقي عشان ما توقعيش. اوكي يا ماما ما تقلقيش خالص، انا مبسوطه جدا واحنا على التلج ده ولابسين اللبس بتاعنا الفظيع ده وعمالين نتزحلق رايح جاي رايح جاي في التلج ومحدش فينا تعب خالص وكمان مش بردانين. ايه ده بابا جه؟ ازيك يا بابا؟ اهلا بيكوا، عاملين ايه؟ احنا كويسين يا بابا، انتوا حاسين قوي، حلو قوي الطقم بتاعك بجد. انا تعبت جدا، وقفت قدام المرايه كتير قوي عشان اجي بالطقم ده عشان خاطرك بس. ميرسي يا حبيبي، طول عمرك ذوق. ايه ده بصي يا ماما، ده في بيبي فوكس، فوكس صغنون. ايه ده ثعلب؟ يا خلاص ده شكله حلو قوي يا ماما، ينفع ناخده نربيه في البيت؟ لا يا حبيبتي ده ما بيترباش في البيت، الثعالب دي بتبقى شرسه جدا وممكن هي تقعد تصحابها، ده مش كائن وافي ان هو يتربى في البيت. ايه ده العيله بتاعته كلها هناك اهو. الله بصي كمان في ايه ده، في هناك ارانب شكلها حلو قوي لونهم ابيض في التلج. ايه ده جايين حافيين مش بردانين دول ولا ايه يا ماما؟ لا الفرو بتاعهم يدفيهم يا حبيبتي. الله دول شكلهم كمان جامد قوي يا ماما، انا بحب الارانب قوي. وفي كمان عصافير، عصفوره لونها اخضر وعصفوره لونها احمر، شكل العصافير كمان يجنن. وفي كمان حيوانات تانية كتير جدا في الغابه، كل ما تقعدي فيه اكتر كل ما تشوفي الحيوانات دي اكتر. العصافير بصوا هنا في كمان ارنب ورا لونه بني شكله جامد جدا ده طلع، وفي كمان بومه فوق الشجره لو خدتي بالك منها. واو يا ماما انا بحب الحيوانات قوي، طب ينفعش نربي بومه في البيت؟ لا يا حبيبتي برضو تربيه البومه صعبه قوي في البيت، البومه دي عارفه انها تقدر ان هي تلف راسها 360 درجه. ايه ده بجد يا بابا، يعني تقدر ان هي تشوف من قفاها؟ يا حبيبتي بتعرف تشوف من قفاها. واو انا عايزه اجيب فعلا بومه دلوقتي. ايه ده الله، ده في سنجاب كده، سنجاب اهو، ولا ده اسمه ايه؟ مش عارفه الصراحه الكائن ده اسمه ايه. شكله فعلا مرعب قوي. ميشو جيري يا بابا بسرعه مننا، الظاهر ان هم خافوا قوي. الله ده هنا في حيوانات كتيره جدا. بابا بقولك ايه، تيجي نبني سنو مان انا وانت بما ان احنا فاضيين يعني وعاملين فيلم والجو ده. اوكي تعالي بقى نجيب تلج كتير قوي ونحطه كده فوق بعض عشان نقدر ان احنا نعمل سنو مان عملاق. واو بص بقى وضخم ازاي. يا بابا ده شكله فعلا بقى جامد قوي، بس ناقص له الجزرة نحطها في مناخيره ودراعاته الاتنين. ممكن نجيب اي عصايتين خشب ونقدر ان احنا نعمل له دراعاته، يبقى كده فاضل لنا الجزراية. بابا انا جبت العصاية الخشب اهي. الله كده يبقى فاضل لنا بقى مناخيره. انا جيت يا اولاد وجبت لكم معايا اكل كتير عشان عارفه ان انتوا جعانين بجد. يا ماما احنا فعلا جعانين قوي، معاكي جزره يا ماما عشان السنومان بس معلش مزنوق فيها. لا يا حبيبتي ما اعتقدش ان انا جبت جزرة. بس انا جبت لكم معايا دونتس كتير قوي هتعجبكم قوي. الله يا ماما دونتس، انا بحب الدونتس جدا. طب جبتي بنوع ايه؟ في بقى كذا حاجه جبت لكم كمان. ايه ده يا ماما جبت لنا الجزرة يا بابا. واو هنحطها بقى على السنومان وهيكون شكله جامد قوي. الحمد لله كده خلصنا السنومان وكل واحد فينا بياكل دونتس. انا باكل بالشوكليت وانتي بالستروبري وانا باكل بالايه بالفانيليا بالسكر. واو النهارده يوم فعلا يجنن يا ماما، انا مبسوطه جدا ان احنا قاعدين في البارك وعملنا سنو مان وفكرنا الحيوانات دي كلها، انا عايزه ان احنا نيجي هنا كل يوم. حاضر يا حبيبتي خلصي مذاكرتك وقعدي ذاكري كويس واحنا نيجي هنا كل يوم. اتمنى يا اصحابي يكون الفيديو فظيع عجبكم، بليز قولوا لي في الكومنتات رايكم فيه، بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. وحشيني يا اصحابي، باي باي.